بدأنا عملية البيع في كأس العالم للرجبي. كنا نبيع الطعام وشعارات الفرق المشاركة في البطولة وملابسها وأعلامها. كان أمراً طيباً، فلم يزعجنا أحد ولم يستبعدنا البيض من المشاركة في ذلك الوقت، بل ساعدونا في الحصول على البضائع ونقلها بسعر رخيص. والآن يأتي إلينا كأس العالم، ولكننا للأسف نشعر هذه المرة بالإحباط. فالسود لا يتلقون المساعدة من مسؤولي كرة القدم في جنوب إفريقيا، وليس لدينا الفرصة لإظهار مهاراتنا. العالم كله يأتي إلى جنوب إفريقيا، الناس يريدون أن يتذوقوا طعامنا وأن يشاهدوا كيف نعيش. بصراحة أنا يقلقني كيف سنرفه عن ضيوفنا. أنا مثلاً عندما أكون في الخارج أحب أن أتناول الأطعمة المحلية وأعرف كيف أطهوها. عندما تكسب جيداً في أحد الأيام يصبح يوماً جميلاً، وكأنك ربحت جائزة كبرى. لا يذهب أحد لفراشه جائعاً. حقيقة أمر محزن، أحتاج إلى العمل لأكسب قوتي، ولكنهم منعوني من المشاركة. إنهم لا يقدمون فرصاً للأعمال الصغيرة. لقد طلبت منهم المساعدة، ولكنهم ميالون إلى الاهتمام فقط بالشركات الكبيرة. نحن فقراء وسنبقى كذلك، لأننا لا نجد من يشجعنا أو يعطينا الفرصة للنمو. نحن الآن في سوهو، حيث بإمكانك الحصول على أي شيء بما في ذلك الجنس. ماتشيديسو تعمل في الدعارة، عمرها 25 عاماً ويتنازعها أملان، ازدهار عملها في هذا الموسم وخلاص يعيدها إلى أهلها. عمري الآن 25 عاماً ولكني أعمل بالدعارة منذ سن 19. أقوم بهذا العمل لأنني أحتاج إلى المال للتدخين ولشراء الملابس والطعام ولدفع إيجار مسكني، ولكني الآن لا أجد مكاناً لأعيش فيه وأضطر للنوم في الشوارع. كأس العالم بالنسبة لي موسم جيد لمزيد من العمل. الأجانب يدفعون لي 10 أضعاف ما يدفعه الناس هنا للحصول على الجنس. لم أقم أبداً بعمل فحص مرض الإيدز ولا أعرف إذا كنت مصابة به، وهذا يجعلني أشعر بالرعب من هذا الأمر. الرعب يمنعني حتى من القيام بتحليل للدم. أعتقد أن الطريقة الوحيدة للوقاية من الأمراض الجنسية هي الامتناع عن ممارسة الجنس، فالواقيات الرجالية الرخيصة الآن سيئة للغاية. أتيت إلى المدينة وأنا في 17 ولم أتعاطى أي مخدرات أو أعمل في الدعارة لمدة 2 عامين، ولكن عندما ألقي القبض على صديقي وأصبحت وحيدة في المدينة كان علي أن أبيع جسدي. أود أن أعود إلى بلدتي، إذا استطعت الإقلاع عن المخدرات فسوف أعود. كل الأطفال يقعون في الأخطاء، ولكن عندما تكون بعيداً عن أسرتك يصبح الأمر أسوأ بكثير. في شوارع لندن تجد الكثير من نقاط البيع هذه، قد يكون أصحابها طلاب أو رياضيين كجابرييل الذي يملك محلاً لبيع مقتنيات كرة القدم في لاغوس، ومع ذلك هو لاعب محترف. أفتح المحل يوميا حوالي الساعة 11 أو 12. وبعد أن أؤدي الصلاة أكنس كل ركن في المحل، وهكذا يبدأ اليوم. أبيع منتجات رياضية في المحل مثل أحذية كرة القدم والجوارب والأوشحة والسراويل القصيرة والقمصان. لدي ملابس فريق مانشستر. هذه كأس العالم جعلني أشتري المزيد من البضائع، خاصة للمشجعين الذين سيأتون لمشاهدة المباريات. أريد أن يكون لدي كل ما يحتاجونه.
حماسي لكرة القدم سببه حب جارف لهذه اللعبة، متقد دائما داخلي ولا ينطفئ أبدا. كرة القدم هي عالمي الذي اخترته لأعيش فيه، عالم كرة القدم. شغفي بكرة القدم يجذب الزبائن من كل مكان. في الحقيقة إن مبيعات السوق ترتفع، وهذا أمر يسعدني بشدة. هنا في ريجنس بارك بإمكان الجميع اللعب من دون أي مانع يعكر عليهم المتعة، إنما في زيمبابوي فالأمر مختلف، فالشبان لا يستطيعون إيجاد فسحة مماثلة. اسمي تنديكاي موفوندا وأعيش في بيودريرو في زيمبابوي. كما ترون أنا أحب لعبة كرة القدم، وطبعا أشعر بالسعادة لأن كأس العالم يقام بالقرب منا في جنوب إفريقيا. نحن هنا جميعا نحب كرة القدم، وذلك هو المكان الذي نلعب فيه. ولكن هذا أحيانا يخلق مشكلة لأن قطعة الأرض هذه صغيرة، وهناك الكثيرون الذين يستخدمونها. لدينا ثلاث مجموعات تستخدم تلك الأرض، الأولى من الكنيسة وهم يصلون في أحد الأركان، وكذلك المزارعون الذين تحيط حقولهم بالمنطقة، بالإضافة للشباب الذين يلعبون الكرة هنا. أولاد العبوا بعيدا عن الحقل. جماعة المصلين تقدم دعما روحيا للناس، ولكنهم لا يزالون يرفضون بشدة أن يلعب الأولاد الكرة هنا. هناك الكثير من الناس الذين يطلبون المساعدة من الكنيسة بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد. طبعا أنا أقدر تماما أن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا وأن يذهبوا إلى الكنيسة، ولكن الشباب أيضا يحتاجون إلى مكان يلعبون فيه وليبتعدوا عن الشارع. شباب معي كرة حقيقية لنلعب بها. من يدري، إذا واصلنا اللعب فربما نستطيع يوما أن نلعب في كأس العالم. شغف تبيثة بكرة القدم دفعها لتكون حكم مباريات الدور الأول في كينيا، وربما يوصلها يوما لتقود إحدى مباريات كأس العالم. أنا تبيثة ومبوي، حكم كرة القدم في الدوري الممتاز لكرة القدم في كينيا. بدأت العمل في التحكيم في عام 2003، وكنت آنذاك في 23 من عمري. كرة القدم هي كل شيء في حياتي، ولهذا قررت أن أصبح حكماً. لتكون حكماً عليك أولاً أن تكون لياقتك البدنية عالية، وأن تتدرب يومياً، وأن تأكل بشكل صحي. وقبل بدء المباراة عليك أن تتدرب لحوالي 15 دقيقة. كرة القدم هي طعامي وشرابي ونومي. في البيت لا يشاهد أحد المباريات سواي، أما أنا فأشاهد كل المباريات حتى ولو كانت بعد منتصف الليل. كنت أتمنى أن تكون هناك امرأة واحدة تقوم بالتحكيم في كأس العالم. في كينيا نقوم أيضا بتحكيم مباريات الرجال. زملاؤنا من الرجال يقدمون لنا العون ويصححون أي أخطاء قد نقع فيها، والآن أعتقد أننا صرنا أفضل منهم. عندما تعرف قواعد اللعبة وكيف تطبقها تختفي كل الصعوبات. أحب العمل في التحكيم لأنه يحقق لي الاستمتاع باللعبة التي أعشقها. كثيرون من محبي كرة القدم أتوا إلى جنوب أفريقيا لمشاهدة مباريات كأس العالم ودفعوا أموالا طائلة، لكن دومينيك لا يستطيع أن يشاهد أي منها، بالرغم من أنه يقف يوميا على تلة يراقب ملعب جرين بوينت في كيب تاون.